وتمثيلا وتواجدا بالنسبة له مع المنتخب الهندي. شيتري، شيتري والنظرات، شيتري والهدوء، شيتري والدعوات، شيتري والتقدم. هنا في هذه اللحظات شيتري ملعوبة، جول لمصلحة المنتخب الهندي. أولى يؤتى بها في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب الهندي. الله على كرة، على هدوء، على وضعية لم يتوانى بلا فلسفة. مباشرة جعل من الكرة تعانق الشباك لأن تتخذ لها من المرمى، من الشباك، موطنا ومسكن ومسكنا ومأوى بالنسبة لها. الله 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 الله، لا 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 لا، جميلة 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 بالنسبة للمنتخب الهندي. يؤتى بالتقدم هنا، الضربة الأولى، الطلقة الأولى التي تأتي هنا في المباراة عن طريق تشيتري. تشيتري يسجل هدف المباراة الأول، والعراق ببطولة واحدة. خطأ لمصلحة تايلاند داخل منطقة الجزاء. الله، عودة المنتخب التايلاندي، عودة المنتخب التايلاندي تأتي هنا عن طريق المتقدم. هنا قائد المنتخب الظاهر على الشاشة دانغدا أتى بهدف التعديل لمصلحة منتخب تايلاند. لاحظ هنا، لاحظ هنا، الكرة لعبت بهذه الطريقة، استقبلت بهذه الوضعية. الله 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 الله، أرسلت بهذه الوضعية إلى شباك، في شباك الهند، لأن تعلن عن هدف التعادل. هو من أرسلها، القائد. إن كنت أنت يا شيتري قائدا بالنسبة لمنتخب بلادك هنا، الهندي سينغا ساندو، اعتبار أن منتخب تايلاند كان الأخطر، كان الأفضل في شوط المباراة الأول، وكان الأفضل حتى قبل هذه البطولة من خلال وضعيته ومن خلال إحصائياته وأرقامه. كرة ملعوبة لمصلحة المنتخب الهندي، خطير. الله، شيتري لديكم، بالتالي لا خوف عليكم، لا خوف على الهند، اطلق على المنتخب الهندي. الله 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 الله، شيتري ضرب، صوب بقدمه اليمنى، كرة صعبة 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 جدا، ولا تعطي مجانا لحارس المرمى. هنا ركلت، لعبت في الجهة اليمنى، تم الانطلاق بها بعد ذلك، من ثم العرضية، العرضية 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 والتصويب. الله 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 الله، اوه يا شيتري، اوه يا شيتري، لاحظ هنا من جديد، لاحظ من جديد، اوه اوه اوه، على قوتها، على ارتفاعها، على تناسقها، على جمالها، على كل جمالياتها في الوضعية الماضية. تأتي بهدف المباراة الثالث والثاني لمصلحة المنتخب الهندي ولهذا المدرب، ولهذا المدرب. يصلون بأقل من جديد، تلعب الكرة لمصلحة منتخب تايلاند. هندية خالصة إلى الأمام، خطيرة 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 للهند. أوه أوه أوه، أنا ضرير العين مما تسبب الهند، أنا ضرير العين، أنا لا أرى، أخبروني ماذا ترى، ما الذي تفعل الهند، ما الذي تصنع الهند هنا في هذه المباراة. أي روعة، أي روعة، أي روعة، أي روعة، هنا 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 في هذه المباراة، الانطلاق من هذا المكان والتمرير في هذا الزمان والمرور بهذه الوضعية، والوضعية والوضعية والوضعية. الله 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 الله، أوه، على هدف جميل، على هدف جميل، هدف جميل من هذا المكان. لاحظ لاحظ، أوه 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 أوه، على طريقة وضعها، على طريقة إرسالها، على فنها، على روعتها، على جمالها المصاحب لها في الوضعية الماضية. هدف جميل، هدف جميل 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 جميل. كثير من اللحظات المشوقة واللحظات المنتظرة تأتيكم هنا حصريا عبر قنواتنا، عبر قنوات بي إن سبورت. الكرة ملعوبة على مشارف منطقة. الله،
الله 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 يا خالصة. أهلا بنغالورو، أهلا بومباي، أهلا تشناي. سهرة كروية خالصة جدا هنا في هذه المباراة. الله على روعة هندية خالصة، ليلة هندية خالصة، فن كروي خالص هنا من الفنون الهندية. أوه على طريقة وضعها. اذهبي عانقي تلك الشباك، اذهبي عانقي تلك الشباك. أنا الغائب الذي غبت لسنوات طويلة، وأنا العائد المشتاق لكأس آسيا ولأجوائها، لكأس آسيا وللحظاتها. أنا من أريد أن أكتب أجمل اللحظات هنا في هذه المباراة. يفعل ذلك، يصنع ذلك، يأتي بذلك هنا في هذه المباراة. بالتالي النتيجة تصبح 4-1. يا لها من مباراة، ويا لها من سهرة كروية خالصة جدا. لا شك أن المدن الهندية هنالك في فرحة.